مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. ومن اخر ماده الامتحان هي ماده الاجتماعيات، ماده اللي كانت مصير يوم ساننا تحدد نسبه نجاح التلاميذ. كنشوف التلميذ هذا، تلاقينا معك مره اخرى كي دوزت الصباح. خويا الاجتماعيات دازت مزيانه، غير هو الاساسيد راه داروا واحد البلان ما هوش. اشرح لنا شنو وقع. هما ملي كانوا كيطالبوا بزياده الاجور وقفنا معاهم ونضربنا ضامنا معاهم، بغينا الدوله تزيدهم. ضامنتي معاهم؟ ضامنتش معاهم، ولكن خرجتي خرجت ودويت. ولكن دابا شي وحدين شي وحدين بعض الاساتذه ما نجمعش كلشي ما تعاملوش معنا، وكنطالب الدوله انها تنقص لهم الاجور. ما بغيتش تاخر باش يدوم اسمع عندهم يديروا فيه زادوهم ويبصروا خويا شي وحدين ماشي كلشي ما كنعلموش اكيد اللي زيروا معاك ينقصوا ماشي على غادي يزيروا معاك غير في التعامل، اما هو يزير ما يزيرش هذيك خدمته كيديرها غير خدمته كحارس داك الشيء اللي كاين، ولكن التعامل اللي ما عجبك بغيتيهم ينقصوا شي وحدين ما كيتعاملوش زوين وصافي حيدوا لهم زياده كيمشي يهضروا وصافي حيدوا لهم ديك الزياده اخي صافي الله يحفظك مخلق انت ما دازت مزيان شويه الاجتماعيات زوينه والله صراحه ساهله مزيانه كلشي كلشي ان شاء الله درتو مزيان ونطلبوا من الله ان شاء الله خير يا رب بالنجاح يا رب الله يحفظك النجاح امور مزيانه مزيانه صافي غادي فرحان الله يحفظك ليا فمشارك راه كما كنشوفوا اجي معنا لالا نسولو كاش السلام عليكم سلام مع من جيتي اليوم؟ مع بنتي كي دوزات كي دارت الامور؟ تخلعات كان داكشي صعيب شنو خلع؟ خلع الفيزيك خلع الفيزيك شنو خلع الفيزيك؟ والمات بطبيعة الحال حيت دابا دارت باك حر وعامين ما قرات الفيزيك سي نورمال غيجي يعني كان عندي داك لو بلون ديال واحد العامين دار دابا الامور مزيان في اخر مادة مازال ما خرجاش من العلوم كي داير وحده وها شنو قالت لك؟ مازال ما قالت لي والو على هاد المادة خايفة كتسني فيها دائما هي خايفة ان شاء الله يكون الخير يا ربي ودير الامور مزيانة ان شاء الله ان شاء الله ودير الامور اجي نسولك فمثل كما كنشوفوا بزاف ديال الطلبه في هذه اللحظات اللي جاوا وخرجوا من اولى او اخر مواد هذا الامتحان هذا ماده الاجتماعيات بالنسبه للشعب الادبيه وماده ماده كاين اخر ماده بالنسبه للشعب العلميه اللي كاينه هي سيونس سيونس علوم حياه الارض اول ماده اللي كانت هي الفيزياء والان الشعب الادبيه حتى هما كيدوزوا اخر ماده لهم اللي هي ماده الاجتماعيات كما سبق وصرح لنا هذا الولد هذا فنتمنوا الخير ان شاء الله لكل التلاميذ او الطلبه اللي كيدوزوا امتحانات البكالوريا في هذا الثناء الله يوفقهم الله يعينهم ويعاونهم وان شاء الله يكون غير خير لنا عوده لهذا الموضوع مباشره بعد خروج تلاميذ من اخر ماده اللي هي ماده الاجتماعيات تلقاو بالخير سلام عليكم